يريد احترام التحقيق. الشعب يريد احترام التحقيق. الشعب يريد احترام التحقيق. دبك القانون وسيب المسجون. فيك يا ابن عمو، فيك يا ابن عمو. شنو هي الوضعية القانونية حاليا نتاع سي بوبكر الخزوري؟ سي بوبكر الخزوري انا بالنسبة لي هو محتجز. علاش؟ خاطر نهار 7 جوان 2012 صدرت في حقه بطاقة ايداع غير قانونية. علاش غير قانونية؟ خاطر 14 شهر هو في حالة صلاح، من بعد جاوا بابين في الليل هزوه بصفة اعتباطية، معناها هكاكا. نهار 13 نوفمبر 2012 قررت محكمة التعقيب نقض هذه البطاقة الإيداع هذه. بمقتضى القانون يفرج عليه حالا، ليلتها معناها لازم يبيت في دار. هذا ما صارش، وأكثر من ذلك معناها بعد هذا ربح تعقيب رابع. عنده بابا عنده 4 تعقيبات في حقه إلى اليوم، ما فما حتى بوادر نتاع انفراج. يعني نشوفوا أن الوضعية مشابهة لوضعية سامي الفهري، دونك اليوم بالنسبة لكم أنتم شنو الإجراءات اللي مشابهة ومسابقة لوضعية سامي الفهري؟ خاطر سامي الفهري لو 28 نوفمبر، نو سي لو 13 نوفمبر أولا. ثانيا معناها في برشا حاجات مشابهة، شبه معناها شبه كبير برشا، معناها لي دو زافير فون دو بير، في نفس القضايا دوائر الاتهام، في نفس دوائر التعقيب ايتترا. دونك زوز قضايا قاعدين يمشيو في نفس المسار، ياخذوا في نفس المسار. تمام، خلينا نختموا بشنو هي الرساله اللي تحب توصلها اليوم للمصالح العدليه المختصه؟ المصالح العدليه والراي العام وكل لازم يعرف حاجه، اللي راهو احنا مانيش قاعدين نقولوا رانا فوق القانون ولا واحد، اما الحاجه اللي نحب نبينها هو انه راهو اي انسان مهما كان، حتى كان انتمي النظام بن علي ولا خدم، عنده الحق في محاكمة عادلة. المحاكمة العادلة تقتضي إجراءات شكلية وقانون، فحوى قانون. مادام قالت محكمة التعقيب يخرج، ما فماش علاش ما يخرجش. طبق القانون وسيب المسجون. سامي الفهري من صدر في حقه قرار بإطلاق سراح من أعلى درجة التقاضي في البلاد، هي محكمة التعقيب، والسلطة التنفيذية تمتنع عن ذلك. واليوم في قضيه الحال كما يقول المحامين الخزوري، الوزير السابق للشؤون الدينيه في نفس الوضع، عن 3 قرارات لا صراحه ما سيبوهوش. هذه مساله خطيره على المواطن وعلى الجمهوريه وعلى كل مبادئ العداله. معناها اليوم نفهم علاش حركه النهضه ما تحبش مكبشه بساقيها ويديها باش ما يعملوش هيئه القضاء العدلي المستقله. خاطر اذا عندي فما هيئه قضاء عدلي مستقله مستحيل اللي يعملوا اللي عملوا لي. بالنسبه لك انت ستار، سمعنا انه تم يعني استدعاك من طرف حاكم التحقيق للتحقيق في تهمه نشر يعني معلومات زائفه من شانها اثاره البلبله في الراي العام. اخر هذيك السيد قاضي التحقيق الكاتبه نتاعو غلط في عود تبعث استدعاء متهم الى الناس اللي ضربوا المواطنين العزل في سريانه بالرش. غلطت الكاتب، بعثت لطاهر بن عسين اجل، وفي عود تبعثوا الائمه مزعومين في جرجيس اللي طالبوا بقتل شكري بالعيد ونجيب الشافي، غلطت في العنوان، فبعثوا لطاهر بن عسين بتهمه نشر اخبار زائفه. وفي عود تبعثوا للميليشيا اللي ضربت الناس 9 ابريل الماضي معناها مواطنين يتظاهروا بشكل سلمي، بعثوا لطاهر بن عسين، غلطه مطبعيه. وزير بلا قرار يمشي شد الباب، وزير بلا قرار.